اهلا بكم من جديد. قبل ما ندخل في قضيه صد النهضه اللي الحقيقه مصر واضح انها واخداه بهدوء شديد جدا او بفضايح مفجعه، عندنا اتصالات هاتفيه من الكثير من المواطنين اللي محبوسين على الطريق الصحراوي. استاذه هاله رجب، مساء الخير. مساء الخير يا استاذه لنا. هاله، انت بقالك قد ايه على الطريق؟ احنا والله طلعنا من الساعه 4 تقريبا من اسكندريه، ولسه يعني حالا دلوقتي الجماعة اللي واقفين بالعصيان وقاطعين الطريق عدونا يعني. بس الطريق على الناحية التانية لسه كله مقطوع، والناس اللي ورانا كتير جدا يعني. يعني انتوا عرفتوا يعني هلا يعني الطريق اللي راجع اللي جاي من اسكندرية للقاهرة ده لسه واقف؟ الاثنين القاهرة اسكندرية كان لسه واقف، واحنا عدينا من اسكندرية للقاهرة وعلى اليدين الطريق الجانبي الناحيتين واقفين خالص، والعربيات في فوضى رهيبة يعني. طيب العربيات كلها عكس بعض. هل في أي أثر للبوليس يا هالة؟ ولا حد خالص، مع إن أنا يعني اتصلت بوالدي وهو طلب مكتب الداخلية وقالوا له إن في الناس هناك بتحل المشكلة، بس إحنا ما شفناش أي بوليس خالص. إحنا شفنا ناس كلها واقفة بالعصيان بيبصوا في العربيات وعدونا يعني. شكرا. بقالك 5 ساعات اهو من 4 لـ9. طيب اتمنى بس ما يكونش في حد عيان، حد تعبان، اي حاجه. بشكرك هلا رجب. معايا سامر طلعت ايضا. ايوه استاذ سامر اتفضل، حضرتك فين بالظبط؟ احنا برضو كنا واقفين على الطريق. احنا طلعنا برضو اسكندريه الساعه 4:30، الساعه 5:30 العربيات كلها واقفه، ناس سد الطريق بعصيان ومش هنعدي حد، ولحد دلوقتي احنا لسه معديين من شويه. حتى احنا عدينا من مدقه في الصحراء. يعني احنا خدنا ريسك وعدينا من مدقه في الصحراء، والناس دي طبعا بيوتهم اتحرقت ومواشيهم ماتت، وعايزين حقهم وعايزين اي مسؤول يكلمهم، ومفيش اي حد بيسمع. طيب بشكرك استاذ سامر. اذا عندنا قطع للطريق الصحراوي يا جماعه، يعني ده مش هيجيب حق الحد، واتمنى ان الشرطه بدل ما بتعلي اسوار الاتحاديه وبتعمل اكشاك قدام مكتب الارشاد والكلام ده، انه يعني يهتموا بس بحال الناس اللي واقفين في على الطريق الصحراوي. ارجوكوا يعني، يعني هنا بتبقى هو هنا المشكله، هي هنا المشكله، ان انا محتاجه لك في وقت معين في مكان معين، فيعني ما ينفعش انه يبقى لا في مرور ولا في شرطه ولا في اي حاجه، واحنا سايبين الدنيا كده للمفاوضات اللي ما نعرفش بين مين ومين الحقيقه، ولدعواتنا يعني. الناس واقفه، لو في حد عيان، لو في ست تعبانه، لو في اطفال، ده موقف صعب جدا. بقاله 5 ساعات تقريبا الطريق الصحراوي مغلق من الجانبين. طيب نذهب الى ننتقل يعني ننتقل الى موضوع صد النهضه. والحقيقه انه بعد الفضيحه اللي كانت يوم الثلاثاء الماضي في الحوار الوطني العظيم اللي اذيع على الهواء، وكان معانا سيد سفير عمر عامر واكد لنا انه لا ما كانش في اي تاثير الحقيقه على الموقف مع اثيوبيا، فوجئنا طبعا بالوضع مش زي ما شرح لنا. عندنا ردود افعال سلبيه من اثيوبيا، لدينا بيان من الخارجيه الاثيوبيه ومن مكتب وزير رئيس الوزراء الاثيوبي، هناك غضب، هناك انزعاج من ما اذيع في هذا المؤتمر العجيب. وعلى الجانب العملي لا شيء، صمت. احنا امام الصندوق الاسود، اللجنه اللي قيل انها ستشكل، واللي علامه الاستاذه باكي نام انها هتشكل. طبعا الاستاذه باكي نام اللي هي عملت الفضيحه الاولانيه قالت ان في لجنه شعبيه ورسميه هتجمع نفس الناس اللي عملوا نفس المصيبه، يعني نفس الناس اللي اتكلموا على التدخل المخابراتي، نفس الناس اللي اتكلموا على ان احنا نلعب في الشان الداخلي، نفس الناس اللي قالوا نبعت ناس ونقول ان في طيارات مش عارفه عامله ازاي، او نبعت يعني نفس الناس دي اعضاء في هذه اللجنه. طب احنا يعني هل احنا في موقف تفاوضي قوي قوي فبنضايق الاثيوبيين لهذه الدرجه؟ بنقول لهم وهنعمل لجنه، واللجنه دي اللي هتتفاوض معاكم هي برضو فيها الناس اللي ضايقتكم؟ يعني قد كده احنا اذكياء مثلا ولا ايه بالظبط؟ الحقيقه موضوع غريب شويه، لكن خلونا نسمع اخر التفاصيل من سيد سفير محمد ادريس سفير مصر في اثيوبيا. سيد سفير مساء الخير. مساء النور استاذ الامير، وباهلنا في مصر الحمد.
الله يخليك. يعني اولا البيان قدامي زي ما من الحكومه الاثيوبيه بيتحدث عن استدعائك بشكل رسمي وعن لغه بدت حاده في هذا البيان، ماذا حدث في هذا الاستدعاء يا استاذ سفير؟ هو لم يكن استدعاء، لكن انا على اتصال مستمر بالاثيوبيه وبنلتقي بشكل متواصل، وفي لقاء سابق بناء على طلبي انا نقلت اليهم شوقنا وقلقنا من تطورات ملف سد النهضة، ثم في لقاء أيضا لاحق هم نقلوا قلقهم وشواغلهم بشأن ما أثير قبل إثيوبيا في المصرية مؤخرا، وبشأن التظاهرات حول السفارة الإثيوبية في مصر. طيب هم يعني طبعا كل الوكالات تحدثت عن استدعاء، البيان الرسمي بيتحدث عن سامونينج، عن استدعاء، وانا بقول لك اللغه الانجليزيه، يعني كل البيانات تتحدث عن استدعاء، حضرتك مش عايز تسميه استدعاء طبعا ايا كان، بس في النهايه هم يتحدثون عن انهم طلبوا من حضرتك رد رسمي حول ما اذيع في حوار النهضه ولا حوار النيل ده ولا واتيفر اسمه ايه، الحوار الذي اذيع في رئاسه الجمهوريه، هل طلبوا منك رد رسمي؟ التعبير الرسمي استخدمه الخارجيه الاثيوبيه لم يكن استدعاء، تعبير الخارجيه الاثيوبيه، لكن بغض النظر عن توصيف، لكن بالطبع جانب هنا يمكن نقطه مهمه سيكولوجيه الشعوب. سيد سفير؟ لا واضح ان الخط بيقطع، لو ممكن نرجع تاني نتصل بيه مرة أخرى. طيب الحقيقة أنه حتى هذه اللحظة لا شيء، لا عندنا لجنة بتتفاوض، لا عندنا زيارات محددة، وده اللي كان سؤالي للسفير السؤال القادم، هل في زيارات بتحدد، في بزنس ما بين مصر وبين إثيوبيا، في أعمال ما بين مصر وإثيوبيا، نحن لا نستغل حتى قوتنا في هذه ولا نستغل أدواتنا في هذا الأمر، إحنا عندنا حالة ارتباك وبانيك وارتباك، ولو كان ده مقصود طبعا سيد سفير عمر عامر كان قال لنا ان ده شيء غير مقصود وده خطأ واحنا اعتذرنا عنه، فلو كان ده مقصود انه الدكتور مرسي يريد ان يفضح الناس ويقول ان هو يعني ادي شوفوا مستوى الهزلي للسياسيين المصريين، فالحقيقة يعني هو بيضرب نفسه في قدمه، وانا لا اعتقد انه الموضوع بهذا الضحالة يعني. لكن رجع لنا سيد سفير ادريس مرة اخرى. سيد سفير طيب تحركات على الأرض بقى إيه؟ يعني مصر تحركها إيه القادم؟ دلوقتي في الفترة الحالية الخطوة القادمة هي أننا نرتب للقاءات مصرية إثيوبية عالية المستوى للتعامل مع الوضع في ضوء ما انتهينا إليه في تقرير اللجنة الفنية. من المهم أن نتعامل مع هذا الموقف في اجواء تساعد على التحرك للامام. في عقب ثوره 25 يناير كانت هناك اجواء جديده بفعل الدبلوماسيه الشعبيه وفعل الدبلوماسيه الرسميه، وهذه وفرت اجواء يمكن ان نناقش فيها هذا الامر بصراحه وبوضوح، ويمكن ان نختلف ويمكن ان نتمسك بموقفنا وان نحافظ على مصالحنا، لكن المهم ان تكون هذه ان نحافظ على اجواء تساعد على التفاوض مع الجانب الاثيوبي والتحرك الى الامام بدون تعقيد. اذن هل هذا الحوار الذي اذيع له مباشره بصراحه حضرتك شعرت وانت بتتفرج عليه بايه؟ بانه يضر بهذه الاجواء؟ بانها كارثه؟ ليست هناك كارثه، لكن بالطبع دائما في علاقات الدول هناك الامور تطرا، هناك منحنى يصعد ويهبط، لكن دائما يعني يعني هذا الحوار حضرتك سيد سفير، ما انا عارفه انك دبلوماسي، ولكن انا عايزه جمله واضحه، هذا الحوار حضرتك بتراه في المنحنى الصاعد ولا الهابط؟ هذا المنحنى اثار لدى الجانب الاثيوبي ردود فعل سلبيه، وهي نفس ردود الفعل التي كان يمكن ان يثيرها لدى الجانب المصري لو تبدلت المواقع. قلت ايه كلمت الوزير وقتها وقلت له يا احنا دلوقتي في موقف صعب، لابد من تدارك هذا الموقف، لابد من رد فعل مصري رسمي يؤكد ان هؤلاء لا يمثلون الدبلوماسيه المصريه الرسميه. رد الفعل الرسمي المصري كان واضحا،
في اللقاء وبعده، وهذا كان واضحا. وفي هذا اللقاء قيلت أراء اعتبرها الجانب الإثيوبي سلبية، ولكن أيضا في الحديث مع الجانب الإثيوبي قيلت أراء أخرى اعتبرها الجانب الإثيوبي إيجابية. واتفقنا معا هو أن نعمل على الجانب، أن نعمق الجوانب الإيجابية وأن نتحرك على المسار الإيجابي وليس المسار السلبي. طيب سيادة السفير، الدكتور أيمن علي أعتقد المتحدث باسم الرئاسة قال أن هذا الحوار ربما يراه البعض سلبيا، لكن هو يراه شخصيا، وأنا بقرأ لك أسوشيتد بريس، هو يراه شخصيا إيجابيا لأنه عبر عن مشاعر المصريين تجاه سد النهضة. هل تتفق مع أيمن علي أن هذا الحوار وإذاعته بهذا الشكل كان أمرا إيجابيا؟ هذه أراء بعض أكيد من شاركوا في الحوار واعتبروا أن ذلك كذلك. حضرتك رأيك إيه يا سيادة السفير وأنت عايش في أثيوبيا؟ الأثيوبي الرجل الأثيوبي اعتبر رد فعل سلبي. أنت بقى شايف إيه؟ أنت بقى حضرتك بقى شايف إيه؟ أنا أعتبر أنه هذا إذاعة هذا الحوار كان لها تأثير سلبي على الجانب الأثيوبي وتأثير سلبي على الأجواء التي نعمل على أن تساعد في الإطار التفاوضي. طيب. الذي نعد له ونتحرك عليه. حضرتك قلت لي لما اتصلت بيك أن فعلا بنحاول نعد لي مجموعة لقاءات عالية المستوى. عالية المستوى لمستوى إيه، وإيه اللقاءات اللي حضرتك بتحاول أن تنظمها بين الجانبين؟ عالية مستوى بمعنى لقاءات على المستوى الوزاري أو ما هو أكثر من ذلك. وهذه نقطة إيجابية في التواصل مع الجانب الإثيوبي، أنه ربما لو هذه الأجواء حدثت في ظروف سابقة لكانت انسدت قنوات الحوار والاتصال، لكن الآن بفعل كما ذكر جهود دبلوماسية شعبية وجهود دبلوماسية رسمية أصبح هناك إمكانية أن نواصل هذا الحوار وأن نتجاوز أي اختلافات. والجانب الإثيوبي حتى في بيانه ركز على هذه النقطة، ركز على رغبته في مواصلة الحوار مع الجانب المصري وأن يكون هناك تعاون مشترك لمصلحة الجانبين. وهذه لكن نقطة مهمة. تمام. ولكن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإثيوبي قال أنه لا فائدة من المطالبة بوقف البناء. واضح أن ده اتجاه، يعني قال تحدثت عنه باكينام الشرقاوي مثلا أن مصر قد تطالب بوقف بناء السد. هل شايف أن المنطلق ده خطأ ولا صح، المطالبة بوقف البناء؟ طبعا التصريحات التي تصدر في أجواء محتقنة يجب أن توضع في سياقها، لكن في تواصل الجانبين هناك إمكانات للوصول إلى تفاهمات والوصول إلى توافقات. بما فيها وقف البناء يا سيادة سفير؟ تفضلي. بما فيها وقف البناء، التفاهمات دي حاجة ووقف البناء حاجة تانية. هذا المهم الفترة القادمة هو أن ننفذ ما وعد به والتزم به الجانب الإثيوبي. هذا ما نعمل عليه. كيف تحقيقه على أرض الواقع من الناحية الفنية، هذه أمور سينصحنا بها وسيسهم فيها الفنيون، لكن المهم الآن أن الجانب الإثيوبي يذكر وأعلن أنه يدرك أهمية هذا الموضوع وهذا ملف لمصر وأنه لن يمس مصالح مصر المائية. طيب هل في خطة، هل في أجندة نحققه فنيا على أرض طيب الواقع؟ هل في أجندة يعني تقول لي أن مثلا في اجتماع يوم كذا، في بنظبط كذا، ولا لسه احنا في مرحلة إعداد أولى؟ لا لا لا، احنا في مرحلة حوار معمق مع الجانب الإثيوبي، وفي مرحلة اتصالات والزيارات ستتم سريعا وقريبا. واحب اقول يعني انه برضه قصه انه تعطيش مصر وانه شعب مفهوم مصر، هذه قضيه ليست، لا احد يستطيع او يجرؤ ان يقدم على تعطيش شعب مصر. 90 مليون مواطن في منطقه حساسه لمصالح العالم، هذه يعني هذا امر ليس بالهين وليس بالسهل. شكرا. انا عايز اقول بس يعني بعض الحاجات السريعه استاذ رميد قبل ما نختم. فضل. اولا احنا يجب ان نحترم الراي العام حتى لا يفاجأ دائما بأمور يعتبرها مستحدثة وهي ليست كذلك. صحيح. يجب أن نحترم نهر النيل وأن نحافظ عليه، أن نحترم النهر حتى يحترم الآخرون حقنا في النهر، وأن نسرع بتشريعات تحفظ النهر وتوقف التعديات عليه. ويجب أن نحترم الشعب الإثيوبي أيضا وحقه في أنه عايز يولد كهرباء. النقطة الثانية بقى، يجب أن نحترم الآخرين
ولو اختلفنا معهم. صح مظبوط. حتى يحترمنا الآخرون ولو اختلفوا معنا، وحتى نخلق أجواء تساعد على التحرك إلى الأمام وتقوي موقفنا في قضيتنا العادلة. ما أنا بشكرك سيد سفير على النقطة دي، لأن الحقيقة المنطلق منطلق يجب أن يكون منطلق احترام. لو أنت تعديت على حقي هنا نبتدي نتكلم ونتفاوض وما إلى ذلك، لكن احترام الطرف الآخر مهم جدا، وأحيانا بيكون هو الحل السحري. بشكرك سيد سفير محمد إدريس سفير مصر في إثيوبيا. غدا الوطن الحقيقة نشرة موضوع يعني أنا شخصيا توقفت عنده تصريحات للدكتور هشام النشوي كبير مهندسي وزارة الري وعضو لجنة الهيدروليجا بمنظمة اليونسكو، بيتحدث عن أن الدكتور أنديل قد منح شركة بناء السد الهولندية بعض المعلومات حول هذا السد. يعني ده في الوطن غدا، خلونا نتحقق من الخبر من الدكتور هشام النشوي. مساء الخير يا دكتور. لو نعلي الصوت يا جماعة أنا مش سامعة دكتور. ايوه يا فندم. مساء الخير. اولا لو تقول لي يعني موقع حضرتك عندما كان الدكتور هشام قنديل وزيرا للري، حضرتك كنت موقعك ايه في الوزاره؟ قلت وقتها مدير مكتب وزير الري للشكاوي ومعاون رئيس اداره مركزيه لشؤون مجلسي الشعب والشورى. ايه بالظبط تفاصيل الاتفاقيه اللي حضرتك بتقول انها امدت الشركه الهولنديه بمعلومات ربما سريه؟ ايه تفاصيل هذه القصه؟ الكفاءة دي موقعة بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ضمن 17 جهة غير رسمية مثل شركات ومنظمات مجتمع مدني كطرف ثاني، مع الطرف الأول الاتحاد الأوروبي وشركة دلتارس الهولندية اللي هي قامت تصميم سد النهضة الأثيوبي. وكان الاتفاقية دي منصوص عليها confidential database، يعني هذه البيانات على اسس سريه، وكان مقابل اعطاء هذه البيانات على النيل الشرقي لفيضان النيل الشرقي اللي هو اقام عليه سد الالفيه او سد النهضه مقابل 160 الف يورو. 160 الف يورو بس؟ ده اللي يخص وزاره الري المصريه 160 الف يورو، اما الاتفاقيه كلها في حدود 4.5 يورو. طب معلش يا دكتور، يعني ايه المعلومات السريه اللي موجوده حوالين ميه النيل؟ يعني ميه النيل دي ما فيش، دي كلها معلومات فنيه غير سريه، يعني البنك الدولي عارفها، الدول كلها عارفاها، لا توجد معلومات سريه، كل الخبراء عارفينها، لا توجد معلومات سريه لها علاقه بمياه النيل. هم كاتبين كده في الاتفاقيه، بس هو الفكره البيانات كلها بيانات فنيه فعلا. احنا كنا عندنا يعني خبره عشرات السنين في الارصاد بتاع النيل، وعندنا اجهزه قياس، واديناهم ايراد النهر بناء على هذه البيانات، ابتدوا يصمموا التصميم على ساعه التخزين والتصرفات لايراد النهر. حضرتك شايف ان توقيع هذه الاتفاقيه او ان احنا نديهم هذه المعلومات يضر بالامن القومي المصري ويساعد الجماعه في صد، يعني اشرح لي فين الخطر في هذه القضيه في وجهه نظرك؟ الخطر ان احنا متفقين معاهم باتفاقيه مسبقه، وكنا في الفتره اللي فاتت في العشر سنين السابقه بعثنا خبراء ومهندسين من وزارتنا لبناء السدود واداره وصيانه هذه السدود خلال العشر سنوات السابقه. السدود الاخرى اللي على السدود الاخرى اللي في اثيوبيا. اللي تم بس احيانا التعاون ده بيكون مفيد، ان بيكون لك يعني باع في افريقيا، وان انت بتتعاون في بناء السدود طالما ما بتاثرش على حصتك المائيه. جميل. هو طبعا الوضع الطبيعي ان يبقى في اتفاقات معلنه ووقع عليها رئيس الجمهوريه. تمام. المشكله في ان هذه الاتفاقيه لم يوقع لم يتم توقيعها من رئيس الجمهوريه ولم تعرض عليه اساسا، وكان رئيس الجمهوريه وقتها المجلس العسكري، فالمجلس العسكري لم يكن عنده درايه بهذا الاتفاقيه، ولم تعرض، واي اتفاقيه دوليه لازم تعرض على البرلمان او اللي هو مجلس الشعب وقتها. ما وقتها ما كانش في مجلس شعب، يبقى بالتالي كان يبقى القرار مع رئيس الجمهوريه اللي هو المجلس العسكري. هو المجلس العسكري دي الناحيه القانونيه، دي امن قومي. لا يجوز اعطاء اي بيانات او اتفاقيات بين جهات رسميه بدون علم رئيس الجمهوريه. هل عرضت الاتفاقيه دي حسب معلوماتك على مجلس الشعب عندما انتخب؟
لم يتم عرضها. والمشكلة الحقيقة اللي أثيرت حاليا إن الجهاز المركزي تدخل في هذا الموضوع وعرف إن الاتفاقية لم توقع من رئيس الجمهورية ورفع تقريره تقريبا للقيادة السياسية في تقريبا من شهرين ثلاثة حاجة زي كده. أنا بشكرك دكتور هشام النشوي كبير مهندسي وزارة الري وعضو لجنة الهيدروليجيا بمنظمة اليونسكو على عهدته بيقول إن هذه اتفاقية خطيرة. يمكن أنا مش شايفة إن في سرية في المعلومات الحقيقة إن إحنا نديهم أو يكون اتفاقية مع الجانب الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي بحول هذا الموضوع، لكن على عهدته هو يرى أن هناك خطر وخطأ في هذه الاتفاقية، إنها لم تعرض على المجلس العسكري، لم تعرض على مجلس الشعب، وأن هناك تحقيقات بشأنها. ده خبر على عهدة الدكتور هشام النشوي منشور في الوطن غدا بإذن الله. خلونا نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذه الأخبار ونشوف كيف أعيد إدراج مصر مرة أخرى على القائمة السوداء لمنظمة العمل. هذا أيضا من إنجازات الدكتور مرسي.